بس احنا نبيع امام عاشور ونستفاد بفلوسه ونجيب بيها صفقات. الواد جاي له عرض دنماركي بملايين الدولارات، فنطلعه بقى ونجيب مكانه مين؟ عارفين بقى الواد مروان عطيه بتاع الاتحاد السكندري نص ملعب الدكر يعدي منه، احنا بقى نشتريه كده واحنا نكلم مروان. راح الاهلي؟ عادي يعني، عادي مش مهم يعني. او الواد بتاع وفاق سطيف الواد احمد القندوسي نجيبه نص ملعب برقبه مروان عطيه وبرقبه امام عاشور. يا قندوسي راح الاهلي برضو؟ عادي يعني مش مهم، عادي. احنا بقى نرجع امام عاشور، احنا بقى نرجع امام عاشور مكانه للاول. يا امام برضو راح الاهلي؟ عادي يعني، عادي مش مهم. احنا بقى نركز على الصفقات الصح. افضل جناح في افريقيا رضا سليم، الواد رضا سليم بتاع الجيش الملكي افضل جناح في افريقيا وحابب الزمالك وعايز يجي الزمالك، حتى ميدو مأكد لي. يا رضا راح برضو الاهلي؟ حرام.